ولمناقشة استمرار تصعيد النظام السوري والميليشيات الموالية له وخرقهم للتهدئة وتزامن ذلك مع قصف ميليشيات قصد لعفرين، معنا من إسطنبول الخبير العسكري والسياسي العقيد أحمد حمادة. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم. أهلا بكم. يعني نتحدث عن إدلب، إلى أي مدى أصبحت الأمور أكثر حدة من أي وقت مضى وهي معرضة للانفجار، وخاصة أن الحديث يدور عن أكثر من 300 خرق للنظام السوري في الفترة الأخيرة للهدنة المعلنة؟ السلام عليكم أخي الكريم. منذ توقيع اتفاق سوتشي حتى الآن لم يتوقف القصف على محافظة إدلب من الجانب الروسي ومن جانب النظام والميليشيات الإيرانية، فكانت خروقات عديدة جدا، حتى كانت السيطرة لقوات النظام على المناطق العديدة من اللطامنة وحتى حلب، والسيطرة على الM5، ونتج عن ذلك اتفاق جديد يسمى بروتوكول آذار 5 آذار 2020، إلا أن الروس دائما يضعون الذرائع بأن هناك عناصر إرهابيين وأن هناك جماعات إرهابية متمثلة في الهيئة وفي غير الهيئة المرتبطين في القاعدة، فيكون هذا القصف دائما على منطقة إدلب وخرق الاتفاق بهذه الذريعة. إلا أن القصف اليوم هناك إحصائية جديدة خرجت بأن هناك بحدود 82 شهيد في محافظة إدلب في جبل الزاوية والمناطق المحيطة فيه منذ بداية هذا التصعيد من 5 حزيران وحتى الآن، كذلك منهم 29 طفل، هناك 10 نساء، هناك 5 من الكوادر الإسعاف والدفاع المدني، هناك 791 خرق في لاتفاق 5 آذار منذ بداية حزيران حتى الآن، هناك استهداف ل 15 منشأة حيوية في محافظة إدلب. إذن لماذا كل ذلك يعني سيادة العقيد؟ ماذا يريد النظام من قصفه المستمر لإدلب؟ النظام يريد السيطرة الميدانية مدعوم من الروس ومن من إيران ومن الميليشيات الإيرانية. روسيا تريد وتتبع سياسة القضم التدريجي للمناطق كما حصل منذ توقيع اتفاقات يعني مناطق خفض التصعيد الأربعة كما رأينا، إلا أن الروس دائما ينقضوا على الاتفاق الذي يوقعونه كما حصل اليوم في درعا، يعني بعد الاتفاق والإعطاء الضمانات الروسية لكل من بقي في درعا وعدم دخول الجيش، إلا أن اليوم نتج شيء جديد بأنهم يريدون الأسلحة الفردية، يريدون إدخال الجيش والمخابرات وتسليم المطلوبين وغير ذلك. إذن هي مسيرة للروس من أجل السيطرة الميدانية على كل الأراضي، هذا واحد. اثنين، هم دائما يريدون الضغط على السكان المحليين وإحداث خلخلة ما بين المعارضة السورية والحاضنة الشعبية لها، وكذلك من الضامن التركي الذي أدخل قواته إلى هذه المنطقة، بالإضافة إلى الضغط على تركيا بدفع مزيد من المهاجرين على المناطق الحدودية وربما إلى الداخل الحدودي ليشكل ضغطا كذلك في الانتخابات الحزبية داخل تركيا، ولا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل في هذه الجزئية. أنا أريد أن أسألك ماذا يمكن أن تفعل تركيا في المقابل حتى توقف خطر تلك الميليشيات؟ تركيا دائما تستخدم أولا الدبلوماسية الهادئة وخاصة من خلال العلاقات مع روسيا ومع إيران ومن خلال أستانا ومن خلال هذه القنوات من أجل التهدئة والحفاظ على الوضع الراهن والمطالبة بالعودة إلى اتفاق سوتشي أو عودة اللاجئين في تلك المنطقة، إلا أن الروس دائما يعني يقفون حجر عثرة في وجه أي اتفاق أو أي تنفيذ، معتمدين على قوتهم العسكرية وعلى البطش الذي يقتلون كل من يعني المدنيين وغير المدنيين من أجل تثبيت وضعهم و يعني إشهار سيطرتهم العسكرية على المدنيين وعلى العزل. يعني هناك جرائم حصلت في جبل الزاوية مثلا، كنا نعزي بفرد واحد، اليوم أصبحت هناك العائلات، يعني نرى اليوم ماذا عن فصائل المعارضة؟ أليس هذا الوقت هو الأنسب
للقيام ببعض العمليات التي قد تؤلم يعني النظام كما يقول مراقبون؟ حتى الآن لا تريد المعارضة أو تركيا أو حتى الجميع الدخول في معركة مفتوحة، هم يريدون الرد المقابل، يعني قذيفة مقابل قذيفة. هذا ما يحصل اليوم، يتم قصف جبل الزاوية، تقوم المعارضة بقصف مواقع قوات النظام أو الميليشيات الإيرانية، وفي أحسن الحالات تقوم هناك مجموعات إغارة على بعض المواقع القريبة والحفاظ على خطوط وقف أطلاق النار وتمتينها. يعني المعارضة اليوم تقوم مع الجانب التركي في تقوية الخط الدفاعي الذي يمنع تقدم قوات النظام أو الميليشيات الإيرانية. اليوم أي تقدم سيصطدم بالتأكيد مع القوات التركية. إذا كان هناك قرارا سياسيا فأتوقع بأن يعني الجميع يعني يتحسب لهذا الوضع، ومن أجل منع الاشتباك بين قوات النظام والروس من جهة وقوات التركية والمعارضة السورية من جهة أخرى. لذلك نرى بأن الروس يعتمدون على القصف وعلى زيادة الضغط وعلى زيادة المهجرين والضغط السياسي وغير السياسي من خلال هذا القصف على تركيا وعلى المعارضة السورية. الخبير العسكري والسياسي العقيد أحمد حمادة، شكرا جزيلا لك.